من ايضا الكوارث اللي حصلت مستشفى المعموره للصحه النفسيه في الاسكندريه، المستشفى الحقيقه منسوب المياه فيها وصل لاكثر من متر، المستشفى منظر رهيب، 800 مريض نفسي فيها. يعني خلونا نسمع طيب من الدكتور محمد عثمان زهدي مدير مستشفى المعموره للصحه النفسيه. دكتور، ايه الحال والوضع بالظبط في المستشفى؟ مساء الخير مدام لميس. مساء النور، اهلا بيك، اتفضل. هو طبعا احنا من يوم الاربعاء اللي فات من بدايه النوه والميه زادت عندنا في المستشفى بشكل فظيع جدا. احنا المستشفى منسوبها واطي عن المنطقه المحيطه بيها. انتوا فين بالظبط يا دكتور؟ احنا بعد حضرتك ما بين المنتزه والمعموره، في يعني بعد حضرتك ما تعدي كوبري المنتزه كده في الشارع في الوش اسمه شارع النبوي المهندس، في مستشفى المعموره للطب النفسي. المستشفى مستشفى كبيره على مساحه حوالي 18 فدان وعندنا 950 مريض. زي ما بقول لحضرتك لما زادت الشتاء، واللي زود المشكله ما كانش الشتاء. المياه اللي جمعت في المستشفى دي كانت مياه الصرف الصحي، نتيجه ان محطه الصرف الصحي اللي تابعه للمستشفى ست مكانات كلهم عطلانين. ست مكانات عطلانين. بالظبط، فكل الصرف الصحي بتاع المنطقه المحيطه بالمستشفى كلها، عشان المستشفى اوسط المنطقه المحيطه، كل الميه اتكومت في المستشفى بالارتفاع زي ما حضرتك قلتي كان حوالي متر، وصل للسراير بتاعه المرضى، كل العنابر بتاعه المرضى اللي في الدور الارضي الميه وصلت للسراير بتاعتها. الكلام ده استمر اربع وخميس وجمعه وسبت، اربع ايام الميه موجوده في المستشفى ومحطه عطلانه و مفيش اي حد بيتحرك، ان هو هيئه الصرف ولا ما بيصلحوش او بيحاولوا يصلحوا ومش عارفين. والعربيات حاولنا اتصلنا كتير، جات لنا عربيه شفت شويه ميه ومشيت. وطبعا الكميات دي احنا يا دوبك النهارده بس الناس ابتدت تتحرك بعد ما اضطرينا ان احنا رحلنا كل المرضى من المستشفى بعد ما بقى الوضع سيء جدا، ما مش ادمي لوجود المرضى النفسيين جوه المستشفى. طب عملتوا ايه في المرضى؟ نقلتوهم ولا ايه يا دكتور؟ طبعا احنا المستشفى تابع للامانه العامه للصحه النفسيه بالتنسيق مع الامانه العامه للصحه النفسيه في القاهره. دي تابع وزاره الصحه يعني ولا ايه؟ تابع وزاره الصحه، مستشفى تابع للامانه العامه اللي هي تتبع لوزاره الصحه. طب يعني احنا دلوقتي عندنا يعني استغاثه بوزير الصحه من ناحيه والقائمين بمحافظه اسكندريه من ناحيه اخرى، انه نلحق هذه المستشفى، دي مستشفى فيها مرضى. وبالتالي انتوا نقلتوهم فين طيب يا دكتور؟ زي ما بقول لحضرتك احنا بالتنسيق مع الامانه العامه للصحه النفسيه نقلنا المرضى للمستشفيات اللي هي تابعه للامانه في العباسيه وفي الخنكه ومستشفى حلوان ومستشفى بنها ومستشفى بورسعيد. هي في 18 مستشفى تابعه للامانه، فاحنا نسخنا المستشفيات القريبه مننا والمستشفى الامانه وفرت لنا اتوبيسات ونقلنا المرضى هناك، لان خلاص ما كانش ينفع ان المرضى يبقوا موجودين في الوضع ده. وابتدينا النهارده بس الحي ابتدى يتحرك، بعت لنا عربيات ومكن لسحب الميه، وابتدينا النهارده بس الميه تبتدي تتسحب من يعني ما هو ده فكره الاهمال، انه ست مكانات رفع او مكانات صرف بايظين، يعني ما في فين الصيانه بقى؟ ما هو ده اللي انا بتكلم عليه، انه العاملين في هذه القطاعات لا عليهم اشراف ولا عليهم رقابه ولا عليهم اي حاجه، فلما تحصل كارثه انا عندي ست مكانات بايظين، شيء يعني الحقيقه يعني مزري. وبعدين نرجع نتخانق مع الموظفين ويقول لك الخدمه العامه وعايزين زياده مرتبات، لا، الناس ما بتعملش شغلها، الناس ما بتشتغلش، ده الناس ما بتشتغلش في مصر، ما فيش موظف بيشتغل، لا في محليات بيشتغل ولا موظف قطاع، ما حدش بيشتغل. لكن لما تشوف محطات الصرف انها ست مكانات بايظه، طب هنقول ايه؟ ده حال مستشفى المعمورة.